هاي مرحبا، كيفكم؟ انا اسمي امل واهلا وسهلا فيكم بمطبخي. يلي ما بيعرفني، انا عندي قناه كانت بالانجليزي وبعدها عندي مثل هي لكل شيء صحي، اوكي. واليوم هذه القناه اللبنانيه يعني عملتها عشان فرجيكم طبخات اللبنانيه اللي بعرف اطبخها. اوكي، اليوم رح اعمل ورق عنب. عندي هوني ورق عنب، وعندي تقريبا شي كيلو لحمة مخلوطة مع لحمة غنم، لحمة عجل ولحمة غنم مع بعض، اوكي. وعندي هون 3 كاسات رز وملعقة ملح اسمه هملايان صولت، هملايان ملح. وعندي هون ملعقة كبيرة 7 بهارات، ونص كباية نص كوب زيت، وعندي ملعتين سمنة. اوكي، وهلا بدي احط كل المكونات مع بعضها واخلطها. اوكي، الملح، البهار، الزيت، السمنة. فيكم تحطوا انتوا قد ما بدكم سمنة وزيت. اوكي، بخلطهم كلهم مع بعضهم منيح. اوكي، وبرجع لكم. هلا هون كمان عندي تقريبا كبايه مي، وبحطها فوقهم، ما رح احطها كلها، رح اخلي شوي بس منها. اوكي، بدي ارجع اخلطهم. وقبل ما احط ايدي بقلب اللحمه رح افرجيكم. هون عندي كمان شقف لحمه، بحطهم بارضيه الطنجره. اوكي، وهلا بخلط، برجع بخلطهم منيح منيح. اوكي، ما كتير منيح، ما بدهم اكتر من هيك مي، ميتهم منيحة يعني، هيك لازم يكونوا. اوكي، مش ناشفين ولا كتير مي، عادي. ولا هي الطريقة اللي انا يعني الكل بيلفوا مثلها. حط هيك، بسم الله. لو تشوفون شو طرايا هالورق العنب وصغار بجننوا، عشان هيك قلت احسن شيء لينعمل فيهم ورق العنب بلحمه. اوكي، بياخذ شويه لحمه بحطها هون، بسكرها من هون، بعدين من الاطراف. اوكي، بعملها هيك وبايدي. خليني اروح لف كل الكميه وبرجع لكم. وهلا هون من بعد ما لفيت ورق العنب كله ما شاء الله، هذا كله هون حطيت هون تقريبا لتر مي، وحطيت بقلبه حامضتين 3 حامضات تقريبا، وحطيت رشه بهار وملعقه ملح. وهلا بدي صفهم بالطنجره. اوكي، يعني بهالشكل. خليني أعمل معاكم أول شو بقول، أول طبقة. بعدين برجع بخلص التانية. صوب ضلني بصفن هيك لحتى يخلصوا كل ورقات العنب. عملت كل الأحجام ورق العنب لأن جوزي بيحبهم صغار، أنا وبنتي بنحبهم كبار، وولادي التانيين بحبون عادي يعني منن تو بيكي، بس هو جوزي البيكي بالأكل يعني، بيكي يعني بحير بالأكل، بحير. اوكي، بهالشكل هيدا. رح خلص بعد في شوية صغيرة. اوكي، حتى ما اطول عليكم رح روح كملهم وفرجيكم بعدين. وهلا هيدا انا بحب بخلي كم ورقه من الكبار
لحتى احطهم هيك على الوجه هالشكل هيدا. بتغذوا معي شوي. اوكي يعني بخلصها كلها بهالشكل هيدا. اوكي يلا بعد في ورقتين هيك لحطهم مش محرزين. اوريت خلصنا. اوكي والله بحط على الغاز، دور الغاز عليهم على العالي وحط لهم المي. اوكي بدي اغمرهم بالمي بس ما بدي اياهم يطفطفوا على الغاز. وعندي هيدي جبتها مره من زمانات من سوريا، بتحطوها فوق الورق العنب بتكبسهم. اوكي وبخليهم يغلوا تقريبا 50 دقيقه على الغاز. وقبل ما انسى هون بالمرقه بمرقتهم انا حطيت برشت الحامض، برش الحامض بقلبهم عشان هيك اعطاني هاللون الاصفر الحلو. برش الحامض مع الحامض والمي والملح والبهار. اوكي وهلا هيك من بعد ما انطبخوا وخلصوا رح فضي منهم المي واقلب الطنجره. هيك هلا من بعد ما قلبت الطنجره ما شاء الله ريحتها بتجنن. اوكي وهيك من بعد ما زبطت الصحن بقدمها مع مرقه الورق العنب واللبن وحتى بصل اخضر والف صحه وان شاء الله تجربوها. باي.